الظاهرة هذه كثرة واجد فهمت يعني مش ضروري تحملوا شوية يا أخوتي رأى الدنيا صعبة شوية بس ضروري واحد يتحمل اسمي الحقيقي السي مصطفى بس الديات الله يرحمه ويسامحه بس الواحد ضروري يتحمل الضغوطات ضروري انتم حتى انتم تساعدوا بعضكم يعني ما مش عارف كيف قعدنا وكيف تمينا وكيف كنا أصلاً تغيرنا بكي مش كيف ما قعدناش كيف قبل تغيرنا بكي زمان يا ما كناش كيرا والله ما كنا كي زمان ما كنا تحملوا يعني ما تحملوا في بعضنا شيء هو زب الكلمة المنيكة تنقال عادي جينا نقول لك كلمة منيكة نوجعك بها ونعدي نعيش باقي يومي وما كانش قلت لك كلمة منيكة وانت تأثر فيك تأثيرها منيكة وانا عندي عادي بكي والله زمان نحن صغار يو زب لما زعلوا واحد ولا حاجة زب والله ما نرد ويتقولوا حرام الزب نمشوا سمحنا وراقينا لكن مش عارف كيف الناس توا تضر في بعضها تضر في بعضها وعندها عادي زب كانك دوبي تطلع فيدي دوبة كيف بكي يقول لك انت مش عارف ما والله تغيرنا واجد بكي ومش اللي بيه بس يعني كيما تقول الوطن العربي كلها تغير الكفار برا الناس اللي عايشة برا قريب تسلم نحن قاعدين نضر في بعضنا ما نعرف بنعرف ان عند امتى الحالة هذه بتقعد معانا امتى تكمل مش عارف عم نبقى نقتل في بعضنا بالدور نبقى ننتحروا بالدور بني ادم كيف سطل المية كل ما جيت تزيد تعبي فيه يكب برا الزب بني ادم عندك بلاف قدرة معينة يتحمل بها جديات والله يوجعني لوليدي صغير حتى في الامر ريت انا قاعد ندوي نحكي في موضوع يعني زب وهذا واحد يعلق لي يقول لي نبو دسات وش في بينك وبين مش عارف مانو يسبني خلاص ما فيش بيني وبين واحد اي حاجه انا في الوقت الحالي.